نحن نحضر اليوم إن شاء الله لنقدم مقترحات كلية الشريعة في انخراطها في هذا الورش الملكي لتعديل وتأهيل مدونة الأسرة. هذه المقترحات التي جئنا بها من كلية الشريعة هي مقترحات في طبيعة الحال مؤطرة بالمرجعية الدستورية، ونستهدف بها أساسا مصلحة الأسرة. نستهدف بها إن شاء الله أن نقترح كل ما أثار الاختلالات في التطبيق العملي لهذه المدونة وفي كل الأبواب بحول الله إن شاء الله. وهذه الاقتراحات التي سنتقدم بها نستهدف بها أساسا تشجيع على الزواج وتقييد الطلاق بما يخدم مصلحة الوطن، مصلحة الأسرة إن شاء الله. نريد أن نحقق التوازن لمكونات الأسرة، نريد أن نحقق الاستقرار لهذه المؤسسة، نريد إن شاء الله أن نحمي المؤسسة وأن نحمي يعني المنازعات الأسرية من الكيد الذي لاحظناه في المحاكم، أن نحميها من التعسف، من التحايلات إن شاء الله. سنحاول أن نقدم مقترحات تحمي هذه الأسرة من كل هذه الأمور التي هي دخيلة على مجتمعنا، على أسرتنا، ونعيدها بحول الله إلى قيم الأسرة المعروفة، قيم المغاربة، قيم الإسلام إن شاء الله، لكي ننعم بالأسرة واستقرارها، والتي هي الخلية الأساسية والوحيدة ربما التي لازلنا نحسد عليها من مجتمعات أخرى. مقترحات متعددة، لأنه أولا المقترحات تنصب على النقاط الأساسية اللي هي رائجة واللي متداولة، يعني تناولها المجتمع المدني والباحثون وغيرهم، مثلا التعدد، مثلا ما يتعلق بثبوت النسب، لأن ثبوت النسب يثير إشكال هل نلجأ إلى الخبرة الطبية أم أنه لابد من الرجوع إلى المساطر التي ينص عليها الفقه الإسلامي، مثلا بحال مسطرة اللعان أو الولد للفراش، لأنه هذه قواعد. كذلك فيما يتعلق بتزويج القاصرات، لأن تزويج القاصرات من بين الإشكالات المطروحة، لأنه حتى الاتفاقيات الدولية أنها تنص على أنه السن ديال الرشد هو 18 سنة، وهو ما جعل القوانين المغربية تلائم الاتفاقية الدولية في هذا الاتجاه، أنه جميع الآن سواء الرجال أو النساء، الذكور أو الإناث، لابد من 18 سنة. وتم التسوية بين يعني الأهلية المدنية اللي هي التصرفات، وكذلك الزواج اللي هي 18 سنة. دون 18 سنة بإذن الآن في إطار هذه المدونة، ولكن يمكن يعني الآن كاين نقاش إما أن يحدث تزويج القاصرات أو أن يقيد بشروط يعني قاسية جدا. لماذا؟ لكي لا تستغل القاصرات، لأنه تحمل مسؤولية الأسرة يعني تحمل كبير وعظيم جدا، وبالتالي ينبغي أن تكون هذه الفتاة قادرة على تحمل النتائج لما بعد الزواج.